ملف ترسيم الحدود بين العراق والكويت من أكثر المواضيع المثيرة للحساسية من بين القضايا العالقة بين الطرفين، فعلى الرغم من صدور قرار دولي بهذا الشأن عام 93 من القرن الماضي حدد أرض كل دولة وألزم حكومتي البلدين بتنفيذه، إلا أن بعض الكتل النيابية لا تبدو مقتنعة بذلك وتحاول أن لا تترك للحكومة حرية التصرف بتثبيت العلامات الحدودية مع الكويت دون الرجوع إلى مجلس النواب. في هذا الموضوع يجب أن يكون للبرلمان العراقي رأيه وأن لا يكون بعيدا عن هذه الاتفاقيات. أرى أن المعاهدات والاتفاقيات يجب أن يكون هناك للبرلمان العراقي رأيه، ويجب أن يكون هناك اطلاع تام للبرلمان العراقي في هذه المرحلة. ويحمل مؤيدو تثبيت العلامات الحدودية النظام السابق مسؤولية التفريط بالأراضي العراقية بتوقيعه على القرار الأممي 833 ولا مجال للتراجع عنه، سيما وأن عدم تنفيذ القرار برأيهم سيبقي العراق تحت طائلة الفصل السابع. الحدود العراقية الكويتية رسمت من خلال لجنة من الأمم المتحدة وفق القرارات، مع ملاحظاتنا على تلك الفترة ومع ملاحظاتنا على هذا الأمر، ولكن نحن الآن ملزمين بتطبيق قرارات الأمم المتحدة للخروج من الفصل السابع. فبالتالي النظام الذي فرط بسيادة العراق واستقلاله هو يتحمل أي مساس بأراضي العراق. وعلى ما يبدو فإن المسألة ستكون من أشد المسائل الخلافية بين الكتل النيابية عند عرض الاتفاقية على البرلمان، وقد تستغل أيضا في المزايدات السياسية بالتزامن مع زيارة أمير الكويت إلى بغداد نهاية العام الجاري لتوقيع الاتفاقية والتي ستسبق انتخابات مجالس المحافظات. علي جواد، السومرية.